بس هو خلي بالك اصل خلي بالك الكلب ده ممكن يكون شامم ريحه كلابي. اه والله لازم اظبط لان انا رايق لان انا بجد والله استاذك عامل ايه تاني كلاس يا جماعه لو كده الاستاذ اتفضل يا باشا اتفضل معلش انا اسف اسف كريم انا بقول لك هو شامم ريحه كلابي لا يا ميت ولا جبت العربيه دي بقى واحد ما ترميش بس كده الحاجات في الارض النهارده